محمد ابراهيم. محمد علي صوتك. محمد ابراهيم، عايزين نفكر الناس بفضيله الشيخ محمد الشعراوي عندما قابل السيد الرئيس في الشيخ محمد متولي الشعراوي عندما قابل السيد الرئيس لما رجع من اديس ابابا، قال له كلمتين يا ريت الناس كلها تفتكرهم ويا ريت هو كان فاكرهم، لان لو هو كان فاكرهم ما كناش النهارده في التحرير. شكرا. انا اسمي معتصم بالله كمال. انا عايز اقول له كفايه ظلم، كفايه فتيره بجد، احنا تعبانين بجد تعبانين. يعني الناس دي قضت علينا، قضت على احلامنا، قضت على كل حاجه فينا، قضت على الشغل بتاعنا كله. احنا الناس هنا شباب ده شغاله، ده شغالين ولا في فلوس ولا في اي حاجه، والناس دي ماتت لما راح حضر، والناس اللي باقيه المفروض سمون كلاب في السجن، لا دول في فندق تورا بورتو تورا قاعدين ياكلوا ويشربوا ويناموا واحلى عزومات، والناس دي ميته، مفيش محاكمات. الناس دي مش في السجن على فكره، الناس دي في فندق سياحي، والناس دي كلها بتغلي وبتموت، مفيش اي حاجه. عايز اقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم بامانه.